إيمانا بقضية الإمام الحسين عليه السلام وتجديدا للعهد والولاء له، وتزامنا مع زيارة الأربعينية، أقامت مديرية شهداء كربلاء المقدسة موكبا خدميا للزوار القادمين لأداء زيارة سبط النبي صلى الله عليه وآله وريحانته الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. وعن ذلك تحدث إلينا حسين حيدر الكركوشي المشرف على الموكب والموظف في المديرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأوصياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. نعزي صاحب الأمر والزمان والعالم الإسلامي جمعاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بتوجيه ودعم السيد رئيس مؤسسة الشهداء الحاج عبد الإله النائلي المحترم، وبمتابعة من مديرية شهداء كربلاء المقدسة وعلى رأسها الحاج الأستاذ سجاد حسين معن الحسناوي، تقيم مديرية شهداء كربلاء المقدسة موكبها السنوي لخدمة وضيافة زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام بتقديم الأكل والشرب والمبيت، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية بالتعاون مع موكب الدفاع المدني المجاور لموكب المديرية في كل سنة. نسأل الله تعالى أن يحفظ زوار الإمام الحسين عليه السلام وأن يوصلهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يوفقنا وإياكم في هذه الخدمة، كون هذه الخدمة لا ينالها إلا بحظ عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. مني ذكرونك قدام حسيني دمعة عيني تسيل بخدك، من صغري وحبك حسيت قبالي شاغل بالي. هذا ويواصل ذوي الشهداء بموكبهم باستقبال أعداد غفيرة من الزوار ومن مختلف الجنسيات والقوميات، وعلى طيلة أيام الزيارة ول24 ساعة، وبمشاركة فعالة من قبل موظفي المديرية وكذلك من عوائل الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وعلى رأسهم السيد علي الحسين السيستاني حفظه الله بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. تقيم مديرية شهداء كربلاء المقدسة موكبها السنوي بتوجيه ودعم من رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ، ومتابعة رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ المحترم الحاج عبد الإله النائلي، بدعم وتوجيه من جنابه وبإسناد مديرية شهداء كربلاء ومن قبل الحاج سجاد حسين معن الحسناوي. تقيم موكبها السنوي لخدمة الزوار أبي عبد الله الحسين. موكبنا اليوم يقدم الدعم والمساندة وخدمة الزوار أبي الأحرام من مأكل ومشرب ومبيت وطبابة، وكل الخدمات متوفرة هنا. بالإضافة للكلام اللي أريد أضيفه أنه الموجودين الخدم اللي هنا كلهم من ذوي الشهداء من الدرجة الأولى، كلهم متعاونة على خدمة الحسين، وكلهم إيد وحدة لإكمال مسيرة شهدائنا الأبرار والمشي على نهج أبي عبد الله الحسين. أكرر شكري وامتناني إلى الحاج عبد الإله النائلي والحاج سجاد معن، والله يحفظ الجميع يا ربي لعودة الزوار أهاليهم سالمين غانمين. طريق حبك دلاني، طريق خادم خلاني، وأمير أمير أمير وريد أولاد بهالحب، أريد خدام بموكب تنصب خيمة بدرب الزاير كل عام، إلك خدام تشيل الراي وتناد أهلا كل من قاصد الحسين، تفتح العين على المشاية. نعزي صاحب العصر والزمان بالأربعين إمام الحسين عليه السلام، ونشكر مؤسسة الشهداء على دعمها لزائري إمام الحسين عليه السلام من المأكل والمشرب والمبيت ولخدمة أبو عبد الله الحسين.
يعجز الخيال عن رسم ووصف تلك الصورة البهية التي تشهدها كربلاء وما حولها، لكن عين الحقيقة ترى وبوضوح بعيدا عن اللبس والشك تلك اللوحة البانورامية الضخمة والتي تكشف عن مدى الحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام. من كربلاء المقدسة روح السعد.